متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية الخاصة حول الحالة المطرية وحالة الاستقرار الجوي الإقليمية المتوقع أن تؤثر على العديد من الدول في شرقي البحر المتوسط، تقريبا 8 دول عربية متوقع أن تتأثر بذلك. نبدأ بهذه الخريطة التي تشير إلى تواجد ما يسمى عرفا في علم الأرصاد الجوية بالمنخفض الجوي العلوي المتواجد اليوم في الأجزاء الشمالية الغربية من جمهورية مصر العربية. هذا المنخفض العلوي يتوغل جنوبا بشكل يؤدي إلى تحفيز امتداد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر من الجنوب وتلاقي هواء دافئ رطب قادم من الجنوب كما نلاحظ، مع هواء آخر بارد قادم من المنطقة الشمالية الغربية. تلاقي هذه المنظومة الجوية سيحدث فوق أو في البداية مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، أيضا حتى العراق، المملكة العربية السعودية، كل هذه الدول يتوقع أن تتأثر بذلك، وحتى تبعاتها تصل إلى الكويت لاحقا. كل هذه المناطق يتوقع أن تتأثر بهذه الحالة الإقليمية من عدم الاستقرار الجوي. مسار هذه الحالة هو كالتالي: يبدأ يوم الأربعاء بالتأثير خاصة مع ساعات المساء فوق جمهورية مصر تحديدا في منطقة سيناء، يؤثر على شمال غرب المملكة العربية السعودية، على جنوب الأردن وحتى جنوب فلسطين. يوم الخميس يتمركز هذا المنخفض الجوي تقريبا شمال غرب المملكة، الأمر سيعمل على حدوث أمطار رعدية على جمهورية مصر، شبه جزيرة سيناء، جنوب الأردن شمالها وسطها وشرقها، جميع مناطق تقريبا أغلب مناطق فلسطين، تصل تدريجيا إلى سوريا ولبنان وأيضا إلى العراق متوقع بمشيئة الله تعالى. ومع تحرك هذا المنخفض الجوي يوم الجمعة تنتشر هذه الأمطار الرعدية، تؤثر على معظم مناطق شمال غرب شمال وغرب ووسط المملكة العربية السعودية، يستمر تبعاتها موجودة على الأردن وفلسطين، تأثيرات أيضا مباشرة على سوريا ولبنان مصر، وأيضا بالإضافة إلى العراق ولاحقا أيضا الكويت اعتبارا من ساعات متأخرة من يوم الجمعة ونهار يوم السبت بمشيئة الله تعالى. فهذه هو التأثير الشامل لهذه المنظومة الجوية والأمطار الرعدية الذي يؤثر على مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. هذه المنظومة الجوية مصحوبة بنظام جوي، نستطيع أن نقول أنه نظاما جويا موحدا من حيث الخصائص، عبارة عن سحب ركامية رعدية ممطرة تكون غزيرة في بعض المناطق وبعض النطاقات، كفيلة هذه الأمطار الغزيرة بجريان الأودية وتشكل السيول في عدة مناطق، مثلا مرتفعات البحر الأحمر في مصر، ربما المناطق الشمالية في مصر، سيناء في الأردن، المناطق الصحراوية، حتى في فلسطين في مناطق الأغوار، لبنان وسوريا، في العراق أيضا، في أجزاء من الكويت، أجزاء واسعة جدا من المملكة العربية السعودية. جميع هذه المناطق تتميز بنفس النظام الجوي، أمطار رعدية غزيرة بشكل يسمح بجريان الأودية، تشكل السيول، تكون مرفقة مع عواصف رعدية شديدة أحيانا، ومسبق هذا النظام بنشاط كافي للرياح إثارة بعض العواصف الرملية في المملكة العربية السعودية. هذا ما هو متوقع بالنسبة لهذه الحالة الجوية، متوقع أن تبدأ بالانحسار اعتبارا من ساعات متأخرة من يوم السبت، وطبعا انحسارها في كل منطقة يختلف عن منطقة أخرى بمشيئة الله تعالى. بجانب التوصيات، هناك توصيات هامة لجميع هذه المناطق بضرورة الانتباه لسكان جميع هذه الدول بعدم التواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب في هذه الظروف الجوية. الأمر الآخر، الانتباه أثناء القيادة بين الطرق الخارجية لهذه الدول من مخاطر إما عبور السيول لهذه الطرق أو من تدني مدى الرؤية الأفقية ناتج عن الغبار. والأمر الثالث هو الاحتماء في الداخل أثناء حدوث العواصف الرعدية التي يعتقد أنها قد تكون شديدة في بعض المناطق، ربما أهمها المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية العالية. هذا كان كل لدينا بشأن هذه النشرة الجوية الخاصة. تابعونا دائما عبر تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد المتوفر على متجري أبل وجوجل بلاي، بالإضافة إلى يمكنكم أنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو حتى زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com ليصلكم دائما كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية سواء لهذه الحالة أو أي حالة أخرى. دمتم بخير، إلى اللقاء.